بينه وما بين البواردي. التعليمات اللي أعطاه التونسي اللي مكسر هذا المساحة. يتقدم بهدف، يعني الأخدود لم يخسر أي مباراة هذا العام، تقدم فيها بالنتيجة سليمة. ولاعبين يرشحوا الآن كما ذهب يوكس أبيلاي، يعني على الورق، ولكن أراها صعبة لفريق في ملعب الخصم في نهاية الأمر. يحتاج إلى تنفيذ وإلى تمركز وإلى خطة، ويمني النفس بعد ذلك. عشاق العنابي يسلم يسلم يا عيني على مرور، قايلك أخطر لاعبي هذه الكرة الماضية يا عيني على مرور. أن يسير الأخدود إلى النقطة الثانية والستين والصدارة إلا إذا لها، لكنها اصطدمت قبل أن تصل إلى ريجي بوسو. سليمة مرت الآن، هل نشاهد شوط ثاني مختلف كليا بالنسبة لكتيبة محمد المكشر؟ وما الذي سيخبرنا به البرتغالي خورخي ميندوزا في شوط المباراة الثاني؟ يعني لدي جلوي لاعب أكثر الفرق حصولا على هجمات مرتدة. يصل إلى البرازيلي صانع الألعاب المايسترو كاكا، كرة برهان قطعت. ريجي تعود كرة إلى الوراء، فهد سليم. حديث محللنا القدير سعد هوساوي اللي ذكر بأن الضغط اللي نهج لاعبي أحد مما ترك مساحات. كرة بزر بولهروت إلى الكعبي يحيى بدر بولهروت، والغوينم يرسلها عالية إلى الكعبي. محمد ريمان مر من البورجي، مرر كورته لكنها خاطئة وعادت إلى الغوينم صافرة وخط على برهان. إلى بدر بولهروت الغوينم، سليمة يا غوينم، الغوينم بولهروت، الغوينم يسلم إلى كعبه يحيى. تغييرات التونسي، هل تغير من قطعت وعادت الآن في الجانب الأيمن تصل إلى الجبلي يوسف.